قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم إن فرنسا في حرب ضد الجبناء وليست في صراع مع الحضارات. ودعا أولاند في كلمة ألقاها أمام البرلمان بمجلسيه في فرساي إلى إصلاح في الدستور من أجل التحرك ضد الإرهاب الحربي، كما طلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى 3 أشهر. ومن جهة أخرى أعلن أولاند أن فرنسا ستكثف عملياتها في سوريا بعد الغارات التي شنتها مقاتلات فرنسية مساء الأحد في الرقة. وفي وقت سابق حذر اليوم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من أن تنظيم داعش يخطط لشن هجمات إرهابية أخرى على دول أوروبية، بينما أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف أن الشرطة دهمت في الساعات 48 الماضية 168 منزلا في عدد من المدن، ووضعت 104 أشخاص رهن الإقامة الجبرية في منازلهم. دقيقة صمت توقفت معها الحركة في كل فرنسا وفي وقت واحد، حدادا على أرواح ضحايا الاعتداءات الإرهابية الدموية التي ضربت باريس يوم الجمعة الماضي. الهجوم الذي انطبعت به وجوه الفرنسيين سخطا ترافق مع إعلان رئيس الوزراء مانويل فالز أن تنظيم داعش يخطط لشن هجمات إرهابية أخرى ضد دول أوروبية. القوات الجوية الفرنسية تمكنت من تدمير موقعين لداعش في الرقة السورية، وعشر طائرات نفذت هذه العملية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع والتي تعد مثالا عمليا لما وعد به الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يوم الجمعة ويوم السبت، وهو أن الرد سيكون على مستوى الضربة التي تعرضنا لها وهذا سيستمر. سوف نتحرك على كل الجبهات من أجل تدمير داعش. وفي التحقيقات فقد أمكن حتى هذا الوقت التعرف على هويات 5 من الإرهابيين 7 الذين نفذوا الاعتداءات، فرنسيان وبلجيكيان والأربعة من أصول عربية مهاجرة والخامس سوري على الأرجح، وذلك استنادا إلى جواز السفر السوري الذي عثر عليه معه بعد موته. كما أمكن التعرف على المشتبه به الرئيسي في تدبير هذه الاعتداءات واسمه عبد السلام أبا العود، بلجيكي موجود في سوريا مع داعش، وإضافة إلى وضع 104 أشخاص تحت الإقامة الجبرية فقد جرت عمليات تفتيش أوقف خلالها عدد من المشتبه بهم. التحقيق سيستمر لإيضاح كل الأمور المتعلقة بهذه الضربات الدموية التي تعرضت لها باريس مساء يوم الجمعة. التحقيق يتقدم بسرعة ونحن في تنسيق كامل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي. رجال الأمن الفرنسيين تمكنوا بالتنسيق مع المخابرات المركزية الفرنسية بعمليات تفتيش على كل الأراضي الفرنسية. بالتحقيقات أيضا ما كشفه المدعي العام الفرنسي عن نوعية الأسلحة التي استخدمت في الاعتداءات وعدد الضحايا. الإرهابيون 7 استخدموا أسلحة متشابهة من نوع كلاشينكوف ومتفجرات خاصة لإحداث أكبر عدد من القتلى. باريس التي تستمر تعيش على تداعيات الاعتداءات الإرهابية تهيأ أهلها بشكل كامل للقناعة بأن هذه الاعتداءات قد لا تكون الأخيرة، متسلحين بالوحدة الوطنية التي تتجلى صورها بشكل يومي. محمد حجازي، باريس. وللوقوف على آخر تداعيات هجمات باريس معنا من هناك الدكتور خطار أبو دياب الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد خطار. حملة اعتقالات تطال عشرات المشتبه بهم في فرنسا، إلى أي مدى يمكن أن يهدئ ذلك من مخاوف الشارع الفرنسي من وقوع هجمات أخرى؟ نعم، هناك قلق لأن هناك مشتبه بهم من المشاركين أو من المساعدين اللوجستيين لا زالوا في وضع الفرار. هناك حملة حصلت في بلجيكا لكن لم تسفر عن اعتقال كل المطلوبين، خاصة المطلوب الرئيسي الذي استأجر السيارة التي حصلت فيها الاعتداءات وهو المدعو صلاح عبد السلام. ولذلك ونظرا للمعلومات التي أخذت تتجمع، هناك إدراك بأن هذه العملية لن تكون الأخيرة، والآن هناك كل هذا العمل الاستباقي وحالة الطوارئ والمداهمات وحظر الخروج أي الإقامة الجبرية على بعض الأشخاص. نعم. والتعاون الأمني الأوروبي من أجل منع اعتداءات جديدة.
تعاون الأمن الأوروبي خاصة إذا إعلان مانويل فالس عن هجمات يجري الإعداد لها تستهدف دولا أوروبية أخرى، يعني كيف تقرأ دكتور يعني ذلك ضمن معطيات المشهد الفرنسي؟ بالطبع حتى الرئيس هولاند أمام المؤتمر أي أعلى هيئة تمثيلية فرنسية تكلم عن أن الاعتداءات خطط لها في مكان ما من سيطرة تنظيم ما يسمى الدولة داعش في سوريا، والقيادة كانت من بلجيكا، بمعنى أن القيادة العملية انطلقت من بلجيكا، وهذا يعني أنه كان هناك خلل في إمكانيات التعاون الأمني الأوروبي يتوجب تلفيها بعد الآن، وسيكون هناك اجتماع لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، سيكون هناك بشكل أو بآخر تجميد لما يسمى تأشيرة شنغن لناحية سهولة أعطائها، وبعض الدول ستعود لفرض إجراءات حماية خاصة على حدودها. هناك إذن تشريعات وخطط جديدة، لأن فرنسا كما هذه الدول الأوروبية أخرت تعتبر أنها في حرب مع الإرهاب، واليوم أعلن رئيس الوزراء البريطاني كاميرون عن إفشال 7 خطط. في فرنسا أفشل الكثير، لكن في مرة وحيدة تم الاختراق وكان كبيرا. وضحت الصورة، شكرا جزيلا السيد خطار أبو دياب الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا من باريس.